باختراق إيمان الشركة المتحدة بأهمية دور الإعلام الرياضي جاءت فكرة المنتدى لتطوير الإعلام الرياضي، وذلك من توفير فرص لكثير من الطلبة والإعلاميين والصحفيين في هذا المجال للتعرف على التجارب الدولية والاستفادة منها. كما نهدف من خلال هذا المنتدى من خلال خلق قنوات حوار بين الإعلاميين والخبراء والممارسين لصناعة القرار في المجال الرياضي وفي مجال الإعلام الرياضي، مع التأكيد على أهمية دور الإعلام في مواجهة التعصب الرياضي. كل شكر وتقدير للمتحدة الرياضية والمتحدة للإعلام. الحقيقة الشريك الكبير جدا للمنظومات بصفة خاصة، سيما المنظومة الرياضية للقطاع الحكومي في الرياضة، وزارة الشباب والرياضة. كل شكر والتقدير. الحقيقة أنا كان نفسي في هذا العمل من فترة طويلة، أن يكون في عمل بيحمل أكتر من مستهدف، الجانب التطبيقي، الجانب الثيري أو الجانب العملي، وأيضا إحنا فين والرابد تشينجينج أو التغير السريع في العالم بيكون فين. علشان كده يمكن ما حبيتش ان انا اقول كلمه تقليديه روتينيه، لكن هاخد نفس الوقت تقريبا لحاجه بنسميها يعني علمين الكوجنيتيف دومينز. الكوجنيتيف دومينز هو المجال المعرفي لشكل هذا العمل. ايه هو؟ ايه المؤسسات؟ هل الرؤيه بقت موجوده فقط اعلام، ولا هي شكل مجموعه دوائر بنسميها سيركل افكتيف جروبس، مجموعه دوائر متداخلة. الجزء الإعلامي بقى بيربطه قطاع اقتصادي كبير جدا، والاقتصاد الإعلامي بقى واقع. يعني وورلد وايد إحصائية 2023 الاقتصاد الإعلامي بلغ 400 مليون دولار حجم التداول في الإعلام الرياضي، والإكسبكتيشنز إن هو يوصل لغاية 2032 تقريبا لمليار ونص حجم استثمارات. حتى على المستوى المصري اقتصاد الإعلامي كبير جدا، في حجم قنوات، في حجم أعمال رسمية، في حجم ديجيتال، في حجم تطور كبير جدا الحقيقة، وأصبح مشارك في القرار مش بس على مستوى المعلومة. مجموعة الدوائر المتفاعلة بيربطها جزء تسويقي، بيربطها جزء ترويجي، بيربطها جزء مرتبط بنسميه الميديا ريليشنز. الميديا ريليشنز في نيدز وونتس للمؤسسات. احنا كمؤسسات لينا احتياج للعمل الاعلامي، والاعلام ليه موضوع علشان عايز يستبق الخبر، لان هيز بيزنس بلان منتجه اللي بيبيعه هو الموضوع وهو الخبر مهما كان الشكل بتاعه. ده مزجناه في بعض يمكن في مجموعة أبحاث ليا أو مجموعة أعمال، بس بنربطها بالتطبيق وبنربطها بالأبديت وإيه اللي بيحصل، إيه الموضوع. هروح بسرعة كده للسبورت ماركت، السوق الرياضي اللي بيلمنا كلنا، موضوعنا اللي هو لو مفيش لاعب ومفيش منافسة كلنا مش موجودين. فكور بوينت لفكرة الإعلام الرياضي هي فلسفة الرياضة، وده بينبع أو بينبع من خلال الرياضة نفسها، وسواء الرياضة ديت أهمها الإليت سبورتس، رياضة البطولة بتنظيماتها بشكلها المختلف، واللاعبين، ثم الأجهزة الإدارية المرتبطة.